السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، اليوم موضوعنا هو الاعتداء الجنسي على الأطفال أو ما يسمى بالبيدوفيليا. تحياتي لكم، معكم المعلمة ناهدة حجيرات من الموضوع تحليل وتحديد المعلومات. ماذا سنتعلم اليوم؟ ما هو الاعتداء الجنسي على الأطفال؟ أنواع الاعتداء الجنسي على الأطفال ومركز 105. بداية سنقوم بتعريف الاعتداء الجنسي على الأطفال، وهو عبارة عن اضطراب عقلي في الاستثارة الجنسية عند البالغين، يتميز بجاذبية جنسية أساسية للأطفال الذين لم يبلغوا النضوج الجنسي بعد. بكلمات أخرى، هي عبارة عن ظاهرة ميول البالغين للأطفال من أجل إشباع رغباتهم الجنسية. طبعاً هذه الظاهرة معروفة منذ سنوات عديدة، ولكن اشتدت بسبب تفاقم الإنترنت. لماذا؟ لأن التواصل أصبح سريع بسبب توفر الأجهزة الإلكترونية، وأيضاً سهولة الوصول للأطفال والضحايا دون رقابة، والمعتدون هم مجهولو الهوية، والمقصود مجهولو الشخصية، وأيضاً هذه الوسائل تعتبر رخيصة غير مكلفة، لذلك أصبحت الإمكانيات متاحة للمعتدين. لدينا ثلاثة أنواع من الاعتداء الجنسي على الأطفال. أولها أو النوع الأول هو إنتاج محتوى إباحي، محاولة أخذ صور وتشويهها وتحويلها إلى عالم من التحرش. المقصود بها يقوم أحد الوالدين بنشر صورة لأحد أبنائه في الإنترنت، يقوم أحد المعتدين بأخذ هذه الصورة ومحاولة تشويهها وتغيير فيها ووضعها في أماكن معدة لهؤلاء الأشخاص. النوع الثاني هو استغلال الأطفال في المواد الإباحية، طبعا الطلب من الطفل أو من الضحية أو الضغط عليه للاشتراك والتمثيل في الأنشطة الجنسية، ووضع هذه الأنشطة في أماكن معدة أو في قناة خاصة لهؤلاء البيدوفيلم. أما النوع الثالث وهو الأخطر من بينهم، يقوم البيدوفيليا بتصوير ضحية جديدة ومحاولة إغراء الضحايا الآخرون بأنه أمر طبيعي. الهدف منه طبعا إعطاء الضحية الشعور بالأمان، وبالتالي تكون الإمكانية متاحة له بفعل كل هذه التغيرات في الصور ووضعها في مكان مخصص لهم. مركز 105. مركز 105 هو عبارة عن منظومة قومية لحماية الأطفال في شبكة الإنترنت، وهو يعتبر مركزاً هاتفياً يعمل على مدار الساعة. يمكن لأي شخص الاتصال بهذا المركز والإبلاغ حول الموضوعات التالية. بإمكان أي شخص الاتصال والإبلاغ عن الإصابات والتهديدات التي يتعرض لها الأطفال والشبيبة عبر الإنترنت. أيضاً بإمكاننا الاتصال أو أي شخص الاتصال والإبلاغ عن الجرائم الجنائية مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال والاغتصاب الافتراضي، وحظر نشر صور، مقاطع مصورة، تسجيلات ذات طابع إباحي لشخص ما دون موافقته. وأيضاً يمكننا الإبلاغ عن إصابات غير جنائية والتي يمكن لتأثيرها أن يكون شديد الخطورة، مثل المقاطعة، النبذ، التشهير أو ما تسمى بالشيمينج. وأيضاً يمكننا المساعدة في إزالة مضامين محظورة ومسيئة إذا أمكن الأمر. قليل من الصحافة، لدينا هنا إعلانين. أولهم تم اعتقال أحد سكان مدينة اللد للاشتباه بارتكابه مخالفات جنسية ضد قاصرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مثال آخر، تم القبض على طبيب من المركز البلاد للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية ضد أطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي. لدينا هنا مقطع فيديو، ماذا كنتم ستفعلون لو كنتم مكان داريوس؟ Hi, I'm Darius. If somebody touches you on a private body part, you might feel confused, scared, or embarrassed. Talking about it is probably the last thing you want to do. But if you keep it a secret, it won't stop.
We got a new coach for the city basketball team this year. He was really nice and everyone on the team liked him. He'd give us advice after practice and teach us new plays. But he spent a lot of time with my friend Jamal. Jamal was coach's favorite. And I was a little jealous. But coach was always touching Jamal. Coach even bought him a new pair of shoes. Sometimes Jamal would go into coach's office after practice. I thought it was weird, but Jamal never talked about it. So I didn't think of it again. Then one day, coach called me into his office. I thought I was finally going to start a game. But then he told me to take my shirt off. I didn't want to. He said he was going to help me be a better athlete, and that if I didn't do it, he would take me off the team. I told him no, and ran out. No one should ever ask you to take your clothes off or try to touch your private parts. Coach scared me, but I'm glad I knew to run away. Was this what he was doing with Jamal? I found Jamal waiting for his mom. It was hard, but I asked if Coach had done anything weird with him. He said no, but I know it wasn't true. I told him what happened, that Coach got me alone and wanted me to take my clothes off. I asked if that was what happened to him when he went to Coach's office. I wanted both of us to tell someone, but Jamal didn't want to. I asked him if he had promised Coach that he would keep it a secret. He told me Coach gave him those new shoes to keep him from telling. He was scared, but I told him we couldn't keep it a secret, or it would keep happening. Finally, he agreed to go with me to tell. His mom got there, and we told her everything. It was over after that. We had to talk to more people. But Coach was gone, and nobody else got hurt. This was a very rare and scary situation, Darius, but you handled it perfectly. You reacted to what your coach tried to do by telling him to stop and by running away. It was hard because everyone liked Coach. He was our friend, and we trusted him. Unfortunately, things like this have happened. It doesn't mean you shouldn't trust your teachers or coaches. Right. Just remember that if something like this does happen to you, say no. Run away and tell. Never keep it a secret. It wasn't easy, but I'm glad I was able to talk about it. For me, Jamal, and the rest of the team. إذن رأينا ماذا حدث مع داريوس، والسؤال هو كيف كنت ستفعل أو ماذا كنت ستفعل لو كنت مكان داريوس. طبعا أترك الإجابة لكم. الآن عليكم أن تفكروا معي، في إسرائيل لم يتم حتى الآن سن قوانين منظمة بشكل صريح لجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي ترتكب بحقهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. عليكم التحضير لحملة لأعضاء الكنيسة للترويج من أجل التشريع في هذا الموضوع. في هذه الحملة عليكم الاستناد إلى عدة نقاط، أهمها أهمية هذه القوانين وأسباب لهذه القوانين، أسباب أهميتها وتدابير عقابية، فرض عقوبات لمن يرتكب مثل هذه الجريمة. في النهاية أتمنى السلامة لأطفالنا وأبنائنا من هذه الآفة. شكرا لكم، أتمنى لكم كل خير.